بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة الدرس الثاني في دورة كنترول التكييف المركزي الباكج يونت والدي إكس. إن شاء الله النهاردة أنا هتكلم في الباور بتاع المكنة. أنا كنت ناوي إن أنا أعمل فيديو عن الكونتاكتور، لكن في الفيديو السابق لقيت بعض التعليقات ولقيت أخ بيسألني إزاي أختبر الكمبريسور الثري فيز أو ثلاثة فاز، وبالفعل هو لو كان تابع الفيديوهات كلها كان عارف. لكن ان شاء الله قلت برضو ما فيش مشكلة ان احنا نتكلم في الجزئية ديت، وايه بحيث ان لو اي حد داخل شاف الكورس كله وهو ليس لديه ادنى خبرة يقدر يتعامل. طيب ممكن حد يسألني يقول لي هو الباور ليه شرح؟ هقول لك الباور والكنترول في المكنة باكج يونت او دي اكس او اي مكنة يعني، لكن خلينا نتكلم في الباكج يونت دي اكس، وبعد كده ان شاء الله مع الوقت هيتطور الحديث. لكن زي ما قلت لكم ان انا يعني ما عنديش وقت، ولكن كما قلت في الفيديو السابق ما لا يدرك كله لا يترك كله، يعني ربنا قدرني وحاول ان انا الم لكم الدنيا كلها في فيديوهات بحيث ان تكون مفيدة ليكم، واسأل الله ان يجعلها صدقة جارية على روحي وعلى ارواح المسلمين. طيب نبدأ بقى في الموضوع بتاعنا، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الباور والكنترول، ايه فكرة الباور والكنترول؟ ممكن حد يجي يقول لي لا انا مش عايزك تعمل لي فيديو عن الباور ولا الكلام دوت، انا عايزك تعمل على الكنترول على طول. لكن خلينا اوضح لك ان الباور والكنترول عاملين زي المخ والعضلات. تخيل انت، هل ينفع واحد عنده مخ بس ما عندوش عضلات فمش هيقدر يعمل شغل؟ طب واحد عنده عضلات وما عندوش مخ برضه مش هيقدر ينجز الشغل، لكن مخ مع العضلات بيقدروا ينجزوا الشغل بطريقة كويسة وسريعة ويكون الكواليتي بتاعها مظبوط. طيب لذلك واجب عليك انك انت تفهم يعني ايه الباور. طيب الفيديو ده هيكون مقسم لجزئين، جزء انا بكلمك فيه وان شاء الله الجزء التاني هصوره بكرة في الموقع، هفتح لكم مكنة او لو قدر ربنا ان انا اقدر افتح اكتر من مكنة وابدأ اشرح لك عليها بحيث انك انت ما تتخضش، لان جالي بعض التعليقات من الزملاء يقولوا لي احنا كنا بنهاب ونتخض لما نشوف مكنة وكنترول والقصة ديت، لكن بفضل الله بعد فيديوهاتك ما بقيناش نخاف. طيب نبدأ ونقول ايه هو الباور او كلمة باور. كلمة باور يعني القدرة. طيب معناها ايه برضو القدرة؟ القدرة هو القدرة على فعل شيء، القدرة على فعل شيء، تمام؟ يقول لك ده واحد ده عنده باور، تمام؟ يعني يقدر يعمل حاجات. طيب بالنسبة لشغلنا أنا هستفيد إيه إنك أنت تشرح لي باور دلوقتي؟ طب ما أنا عارف إن الباور ثلاثة فاز داخلين وبيغذوا كل الكونتاكتورات بتاعت الكباسات والفنات وشكرا، ده الباور اللي أنت عايز تقوله. هقول لك لا، مطلوب منك إنك أول ما تخش على مكنة على الأقل تعرف قصة حياة المكنة او مكونات المكنه. فتعرفها ازاي؟ لو انت داخل على مكنه وفي حد موجود مش عيب انك تساله المكنه دي كام كومبريسور او كام كباس، كام كوندنسر فان، كام بلور، مروحه فانه والكلام ده. طيب لو محدش موجود ومطلوب منك اول حاجه تفتح المكنه او من خلال البيانات المذكوره على المكنه تعرف هي كام كباس، تمام، وكام مروحه كوندنسر وكام ايفابوريتور ولو فيها سخان. طيب هل ده بس المطلوب منك؟ لا، مطلوب منك حاجة كمان، انك انت تقدر او تحاول تعرف قدرة الكمبريسور. طيب هل الكلام اللي انا بقوله ده مطلوب منك كل ما تخش تصلح مكنة؟ لا، لكن ده لازم تبقى عارفه عشان مثلا لو جيت في المستقبل حبيت تعمل كنترول لمكنة يبقى فاهم اهمية الباور، مش ان انا بقى اعمل كنترول وخلاص وسلكة وازاي وشغلت الكونتاكتورات، لا تبقى فاهم اهمية الباور. طيب لما تيجي تخش على مكنة ان شاء الله ده هوضحه لكم بكرة لما افتح المكنة قدامكم، انت يهمك انك انت اول حاجه تعرف المصدر. يعني انا ما بيجي لي حد يكلمني يقول لي معايا مشكله، اول حاجه بقول له هي المكنه باكج ولا دي اكس، تمام، عشان تقدر تجمع فكره. طيب ودي هنبقى نتكلم فيها لاحقا يعني. طيب حاجه تانية بقول له الفولت اللي عندك كام. للناس اللي ما تعرفش الفولت او اللي لسه جديد، انت عندك الفولت في سنجل فيز اللي هو بيبقى 220 فولت في مصر وفي قطر 240، تمام، وفي بعض الاماكن في السعوديه بيبقى السنجل فيز 110. طيب وعندك 3 فيز اللي هو الثلاثه فيز بيبقى في مصر 380 وهنا في قطر 415 وفي السعوديه في اماكن فيها 380 وفي اماكن فيها 210. طب هو ايه 3 فيز ده؟ 3 فيز ده يعني بيجي لك ثلاث اطراف، ال1 وال2 وال3.
لما تيجي تقيس الطرف L1 مع L2 يديك 380 أو 415. طب لو قسته مع الأرضي يديك 220 أو 240. يبقى أول حاجة لازم تعرفها أول ما تفتح المكنة تشوف التلاتة فاز بتوعك الفولت بتاعهم قد إيه. طيب حاجة تانية، التلاتة فاز دول بيتوزعوا على كل الكونتاكتورات، كونتاكتور الكباس لو عندك كباس أو 2 أو 10 بيتوزع، وكذلك على الفانات وكذلك على البلور ولو عندك سخانات بيتوزع. طيب اللي أنا عايز أوضحه وأشير إليه هنا إنك أنت لما تعرف قدرة الكباس فبالتالي تقدر تعرف الكباس ده بيسحب كام أمبير أو قدرته كام كيلو وات، فبالتالي تقدر تختار له الكيبل أو الكابل المناسب ليه. ليه؟ لأن النهارده أنت ممكن تكون فاهم كنترول لكن ما عندكش فكرة إن مثلا الكباس وليكن مثلا 10 حصان محتاج له سلك مثلا وليكن 5 ملي، 5 ملي تمام. طيب افرض انا النهارده رحت لقيت عندي في مشكله في الكابل بتاع الكباس وبين انت ما عندكش خبره في الموضوع، فرحت جايب سلك 2 مللي ورحت ركبته. طب مع الوقت السلك ده هيبوظ وهيتلف ويتحرق وممكن برضه يحرق الكباس. يبقى هنا دي اهميه انك تفهم الباور. يبقى الباور هنا بيعلمك ازاي تختار مقطع السلك او قدره السلك اللي تتناسب مع الكباس او قدره الكباس تمام. يبقى لما اجي اعمل كنترول جديد يبقى انا عارف الكباس ده او الفانه دي تسحب كام امبير، واقدر بالتالي اجيب سلك يتحمل الامبير دوت، وده بقى ان شاء الله برضه هنشرحه في الكونتاكتور بالتفصيل. طيب حاجه تانية انت المفروض تعرفها عن الباور، انك انت لازم تقيس كل دخول الكونتاكتورات، لو سواء 3 فاز او 220 لازم تقيس كل دخول الكونتاكتورات، تقيس ما بين ال L1 وال L2 وترجع تقيس ما بين ال L1 وال L3 وترجع تقيس ما بين ال L1 وال L2 تمام، عشان تتاكد ان كل الكونتاكتورات داخل لها فولت. لان انت ممكن يكون مثلا عندك الكونتاكتور 2 3 10 وكل كونتاكتور داخل له، تيجي تقيس في الاول والتاني تلاقي فيه التالت ممكن تلاقي ايه سلكه مهربه مش مربوطه كويس مقطوعه في السكه. طيب ده القياس بتاع الباور لدخول الكونتاكتورات. طيب لخروج الكونتاكتورات، لما تيجي تقيس لخروج الكونتاكتورات المفروض برضو يديك نفس الفولت بتاع دخول الكونتاكتورات، بمعنى لو قست بين L1 و L2 مثلا واداك 380، لما اجي اقيس ما بين L1 و L2 في الخارج يديك 380. طيب افرض اداك 360 350، ده معناه ان مفيش توصيل جيد، معناه ان مفيش توصيل جيد، فدي لازم تبقى فاهمها. طيب نيجي بقى لحاجة تانية تندرج تحت كلمة باور برضو، بالنسبة للكباسات الثلاثة فاز أو الثلاثة فاز أو الثري فاز، كان حد سألني في الفيديو اللي فات هو إزاي بقيس الكباس؟ الكباس الثلاثة فاز بيبقى عبارة عن L1 و L2 و L3. المفروض لما تقيس بين L1 و L2 يديك مقاومة وليكن أيًا كان المقاومة وليكن مثلًا 2 أوم. طب ما بين L2 و L3 2 أوم. طب ما بين L3 و L1 2 أوم. طب هل لازم 2 أوم؟ لأ، ممكن يديك نص أوم، يديك 2 أوم، يديك 10 أوم، يديك 100 أوم، المهم انك انت تلاقي ان التلاتة فاز قد بعض، التلاتة فاز في المقاومة قد بعض. طيب طب بعد ما تقيس لازم تقيس كل فردة مع الارث، في ناس بتقول النيوترال، لا هو يتقال عليه ارث، يتقال عليه ارث او الارضي اللي هو التسريب، لان برضو في ناس بتختلف من كلمة الارضي يقول لك هو الارضي فردة النيوترال ولا الارضي الارث، لا هو فردة النيوترال يتقال عليها المتعادل او المحايد، المتعادل او المحايد تمام، ولكن فردة الارث اللي هي بتاخد الكهرباء الزايدة وبتعملها تسريب دي يتقال عليها ارضي او ارث. فلازم كل كباس تقيس ما بين L1 والارث و L2 والارث و L3 والارث. يبقى احنا كده فهمنا ازاي من خلال الباور اقدر اختار السلك المناسب واقدر برضو ان انا اختبر الكباسات. حاجة تانية برضو مهمة في اختيار في معرفة الباور، النهاردة اما تكون انت عارف الباور بتاع الكمبريسور ده قدرته قد ايه، فبالتالي لو عايز تركب له سيركت بريكر او مفتاح فصل كهربي قبل الكونتاكتور وبالمناسبه دي كان فني سالني بيقول لي انا عايز اركب سيركت بريكر، وجاب لي سيركت بريكر كان بيسحب او بيتحمل حوالي مثلا 16 امبير، فانا قلت له الكباس اللي عندك بيسحب كام؟ قال لي باين حوالي 35 امبير، قلت له ده ما ينفعش، فبيقول لي ليه؟ ما هو سيركت بريك، قلت له لا شوف بيتحمل كام امبير، فدي كانت معلومه بالنسبه له جديده. فبرضه الباور مهم، الباور ان انا لو عايز تركب سيركت بليكر لازم تعرف
الامبير الكمبريسور كام اللي انت هتركب عليه سيركت بريكر، او الامبير العمومي لو انا عايز اركب سيركت بريكر عموميه لازم اعرف الامبير الكلي للمكنه، فبالتالي بناء عليه بركب سيركت بريكر. ده كان كلامنا عن الباور، وان شاء الله هفتح لكم بكره مكنه واوضح لكم، عشان برضو من ضمن الكلام اللي وصل لي ان الجميل في فيديوهاتك ان انت بتعيشنا معاك المشاكل، وباننا موجودين معاك في الموقع بتشرح لنا كل حاجه. أسأل الله التوفيق لي وليكم، وربنا ييسر الأمور، وفي أمان الله، وإن شاء الله كملكم الفيديو. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم في الجزء الثاني من الدرس الثاني اللي هو الباور. طبعا أنا واقف قدام المكنة، بس قبل ما نتكلم في الكنترول او الباور نفسه، بس انا حابب اقول نقطه انا بقوله لك النهارده. انت كفني النهارده هتنزل تطبقها على ارض الواقع. يمكن انا كلامي موجه حضرتك النهارده كفني هتخش على مكنه مركزي، هل انت تقدر تقيس الكونتاكتور وتقيس الكهرباء؟ انت تقدر تعمل الكلام ده؟ طب انا بشرح لك الكلام عملي، انا بوقفك قدام المكنه وبشرح لك الكلام عملي. انا ليه بقول الكلام دوت؟ بقول الكلام ده عشان الناس اللي ممكن تخش وتسال تقول لك طب ما ده كورس على اليوتيوب، ما ده كورس على اليوتيوب، انا عايز عملي. يا سيد الفاضل، لما انت تتفرج على اللي هو يعني اجيبها لك بطريقه تانية. ناس كتير طلبت مني ان تنزل معاها تدريب وهي ما كانتش تعرف ان انا خارج مصر. هو انت لو نزلت معاها تدريب فكرك ان انت اللي هتشتغل بايدك؟ او انت ما بتنزل مع اي حد تدريب وانت بتشتغل بايدك؟ انا اسف يعني، بيخليك تعمل الشغل اللي اي حد يقدر يعمله، لكن التكنيكال والفنيات هو اللي بيعملها، انت بس تبقى واقف وتتفرج، وفرجتك دي علام ليك، صح ولا انا غلطان؟ فما تجيش تقول لا انا عايز اعمل عملي. شوف الفيديو، وفي ناس كتير شافت الفيديوهات وقالت لك احنا اتعلمنا واستفدنا، تمام. طيب دي جزئيه، ان شاء الله هقلب لكم الكاميرا على المكنه ونبدا نتكلم في الموضوع ده في امان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يمكن انا اخترت لكم مكنه هي معقده وشكلها يخض، وكان في مكان اسهل من كده بكتير، لكن انا ما رضيتش ان انا اروح اعمل عليه فيديو، واضطريت اختار اصعب مكنه في الموقع، اصعب مكنه لحد ما في الموقع. طبعا بيجي لي كلام وتعليقات ان في ناس تقول لك انا بخش على المكنه وبتخض. عايز اقول لك ان ده شيء طبيعي جدا، شيء طبيعي جدا. انا لما جيت وقفت قدام المكنه دي، تخيل كده مثلا دي دايره الكنترول بتاعت المكنه، يعني تيجي تفتح اي مكنه بدون ذكر اسامي تلاقي مثلا لوحه واحده فتمشي وراها. تخيل ان دايره الكنترول دي 6 لوح، فمطلوب من حضرتك تمشي ورا جزء هنا، وبعدين تلاقي تكملته هنا، وبعدين تنزل تكملته هنا. فالمكنه دي انا عامل عليها فيديو قاعد على الموبايل سنه، كان فيها مشكله وجيت بصيت عليها، وعشان اقدر احل المشكله اضطريت ان انا افهم اجزاء كتير من المكنه، وفين بعد 6 شهور حصل معايا مشكله في المكنه تاني. فالفيديو اللي انا كنت عامله حوالي 6 7 دقايق ده فادني كتير وسهل عليا كتير، تمام. حتى الفيديو لسه على الموبايل، وبحاول ان انا اظبطه واعمل له مونتاج، وفي بعض النقاط يعني لسه عايز اكمل شرحها في المكنه دي. طيب انت النهارده كواحد داخل على مكنه باكج، وطبعا يعني في مكن بيبقى اسهل من كده بكتير، 3 4 كونتاكتورات وقصه والموضوع سهل يعني. تخيل انت داخل على مكنه زي كده، هي مكنه بالنسبه لك ايه ده؟ ده انت هتوه فيها. اللي احنا هنتكلم فيه النهارده انت مطلوب منك الاول بس تفهم الباور، وده اللي اتكلمنا فيه. طب قبل ما تفهم الباور لازم تعرف المكنه دي فيها كام كومبريسور وكام كوندنسر فان والكلام ده. طب ليه؟ ما احنا في اول الفيديو قلنا ايه هو تعريف الباور. الباور هو القدره على فعل شيء. طب ايه هنا الشيء اللي الباور بيعمله؟ الشيء هو تشغيل المعده، تشغيل الماكينه، تشغيل الكمبريسور. يبقى اول حاجه مطلوب منك انك تعرف المكنه دي متكونه من ايه. فلما يجي مثلا حد يقول لك والله انا عندي المكنه دي عباره عن مفتوحه اهي، عندي المكنه دي عباره عن اتنين سيستم او تو سيركت. تو سيركت يعني دايرتين، سيركت يعني دائره. وطبعا في ناس برضو اثنت على المصطلحات اللي بالانجليزي، عشان اللي ما يعرفنيش انا بقول بقدر علمي بقول مصطلح بالانجليزي معناه بالعربي عشان تطور نفسك، لان حاليا الخليج بقى معظم التعامل فيه بالانجليزي. فما تخش تسال او تعرف المكنه دي بتلاقي عليها انها تو سيركت. طب انا عندي هنا التو سيركت، كل سيركت عليها 3 كومبريسور، 3 كومبريسور، يبقى التوتال عندي كام؟ 6 كومبريسور. طيب والمراوح عندي 8 مراوح. طب انا استفدت ايه لما عرفت معلومه زي كده؟ استفدت ان انا عرفت ان عندي كونتاكتور كومبريسور 1، كونتاكتور كومبريسور 2، كونتاكتور كومبريسور 3، كونتاكتور كومبريسور 4 5 6.
تمام؟ يبقى ادي اول معلومه انت لازم تعرفها، المكنه فيها كام كباس، وبناء عليه بتقدر تحدد الكونتاكتورات. طيب الحاجه اللي احنا ذكرناها في الشرح المبدئي، انت دلوقتي عرفت المكنه فيها كام كومبريسور وكام كوندنسر فان والخ. طيب ونوع الفريون ده مطلوب، بس ده هيبقى مطلوب اكتر في شرح كنترول، ده لازم تعرفه. طيب الفولت لازم تبقى عارفه، وخلاص انت اكيد عارف الفولت، انت لو شغال في مصر ديفينيتلي او بالتاكيد هيكون الفولت 380، شغال في قطر 415، فانت لازم يكون عندك خلفيه عن الفولت وانت اكيد عارف الفولت. طب تقسيمه الفولت بتبقى ازاي؟ تقسيمه الفولت بيدخل لك 3 فيز، بيجيب لك من مفتاح عمومي زي ده، تمام، وادي الكابل بينشا اهو، تمام، ويدخل لك 3 فيز. طيب برضو من ضمن شرح الباور، هو دلوقتي يقدر يغذي المكنه بسلك زي كده بس؟ لا طبعا. ليه؟ هو اضطر يجيب السلك المحمل ده اللي هو ليه سمك معين او مساحه مقطع معينه، فبالتالي مساحه مقطع السلك ده تتناسب مع امبير المكنه. يعني لو افترضنا ان المكنه دي توتال او ككل بتسحب 100 امبير، لازم اجيب سلك. هنا بقى مش تقول سلك، هنا بيقولوا كيبل، هنا بتقول كيبل، كابل بيجيب كابل يتحمل 100 امبير. طب بعد كده بيبدا يعمل ايه؟ بعد كده بيبدا يوزع الباور زي ما احنا شايفين اهو، بيوزع الباور على الكباسات. لكن هنا عامل حاجه، جايب سيركت بريكر للكباس الاولاني، مفتاح فصل، سيركت بريكر، سيركت بريكر، سيركت بريكر، وكذلك سيركت بريكر. طيب من الحاجه اللي انا قلتها في الفيديو الاولاني، انت النهارده لما تعرف امبير الكباس كام، فبالتالي تقدر تجيب سيركت بريكر يتناسب مع امبير الكباس. يمكن ده انا قلته بكرره تاني، ما يكونش عندي كباس بيكون بيسحب في الطبيعي بتاعه 30 امبير واجيب سيركت بريكر يتحمل 10 امبير، يبقى دي معلومه لازم تفهمها، ان السيركت بريكر ده مش مجرد سيركت بريكر وخلاص، لا ده سيركت بريكر بيبقى مذكور عليه يتحمل كام امبير وبعض التفاصيل الاخرى. فبالنسبه لك انت كفني تبريد تكييف او فني تكييف مركزي، المفروض تعرف السيركت بريكر هتجيبه كام امبير عشان يتناسب مع الشيء اللي هتركبه عليه. تمام، فاحنا كده فهمنا فكره الباور. يبقى مطلوب منك اخش اعرف الماكينه فيها كام كباس، ونوع الفريون طبعا ده هنتكلم فيه بعدين، وتوزيعه الكونتاكتورات. طيب الكونتاكتور هنا زي ما احنا بنقولنا، انت لما تيجي تقيس، بتيجي تقيس ال L1 بالكلامب امبير، بقى تعمل على الفولت L1 و L2 يديك 380 في مصر او 415. فخلاص انا بقى لو قلت 415 تبقى انت فاهم ان احنا بنتكلم على 380، وفي في اماكن في السعوديه ال L1 وال L2 بيديك 220، فكل واحد على حسب الفولت المتاح في البلد اللي هو شغال فيها، واحنا هنا بنشرح افكار. تمام، طيب توزيعه الباور هنا وزع على السيركت بريكر ده والسيركت بريكر ده وده 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 التلات كونتاكتورات. طيب بالنسبه للمراوح اهو، خد برضو فاز صغيرة السلك اهو البسيط اهو، ادى سيركت بريكر ده وغزة المراوح من فوق، يبقى سهلة. طيب لما انت تيجي تخش على مكنة فيها مشكلة ولا حاجة، تمام، يبقى اول حاجة تعملها تقيس الفولت، وبعدين تضطر تقيس الفولت على كل كومبريسور. الكباس الاولاني، خلينا نشاور بالقلم، الكباس الاولاني تقيس ال L1 وال L2 وال L2 مع ال L3 وال L3 مع ال L1، لازم تقيسه، تمام، وكذلك كل الكونتاكتورات عشان تطمن، عشان تطمن. المكنه دي انا كنت عامل عليها فيديو، كان فيه مشكله ان فني بيقول فيها كباس كان بيسحب امبير عالي، ولما انا جيت شيكت لقيت اصلا الكباس ما كانش داخل له 3 فاز، لما تتبعت السلك لقيت ان السلك مقطوع من السيركت بريكر. يبقى فهمك للكنترول، فهمك للباور ده شيء مهم، فهمك للباور هيخليك تقدر تجيب مفتاح يتناسب مع الكونتاكتور، وبعدين فهمك للباور هيخليك تجيب كونتاكتور، وده هنشرحه في شرح الكونتاكتور. ده فكره الباور. هل لما انا اخش على المكنه زي كده اتخض؟ مش عايز اقول لك طبيعي انك تتخض، بس ما تخافش، يعني رتب افكارك، رتب افكارك. مكنه زي كده انا ممكن اقول لك قعدت فيها مثلا يومين عشان افهمها، يومين عشان افهمها. طبعا الجو كان بيبقى حر، فكنت باجي مثلا في اوقات الجو بيبقى فيها كويس ابدا افهمها. هتيجي تقول لي طب انا هبدا افهمها منين؟ دي هنتكلم فيه. بس اللي مطلوب النهارده في الفيديو ده تفهم فكره الباور، وده احنا اتكلمنا فيه. حاجه تانية برضو عايز اقول لك عليها وشرحتها لك، لما يكون عندك مشكله في اي كباس الافضل تفك الفازات بتاعته، فك الفازات وتعلمها، تعمل مثلا علامه هنا L1 L2 L3 زي ما انا معلم اهو، شايفين كده انا معلم في الكباس ده مثلا فردتين، فرده واحده، ثلاث فرد، الكلام دوت، تمام، فانا معلم هنا، تفك الثلاثه فاز دول والكونتاكتور يلقط الطبيعي سواء شغال ب 220 او 110، لا الطبيعي، وتقيس الخارج. يمكن الكلام ده انا شرحته، ده بالنسبه للباور. طيب بالنسبه برضو لقياس الريزيستنس او المقاومه بتاعت الكباسات، عشان في اخ سال
لما تيجي تقيس اي موتور او اي كباس 3 فاز، المفروض ان الثلاث مقاومات يبقوا متساويين، يعني تجيب الكلام بامبير، وطبعا الكونتاكتور فاصل ومش عليه باور، هتقيس L1 مع L2، وليكن احنا قلنا مثلا 5 امبير مثلا، يبقى L2 مع L3 5 امبير، L1 مع L3 5 امبير، وتقيس كل L مع الارث. الارث هنا فين؟ اهو. طب هل لازم انا بالكلام ده امبير امشي بالارث الغاط هنا مع هنا؟ لا، هو المكنه نفسها ارث، يعني هو هنا موصل الارث على جسم المكنه، يبقى انا اقدر اقيس الفازه دي مع جسم المكنه، مع اي ايه؟ جسم صاج اهو. اجي اقيس على اي جسم صاج اهو، اي مسمار، بس يكون مكان مش مصدي. تمام؟ وكذلك الكمبريسور. طب لو انت جيت هنا قست ولقيت مثلا المقاومه مختلفه، هل معنى كده ان الكباس في مشكله؟ اقول لك لازم تروح عند الكباس، والكلام ده شرحناه في فيديوهات سابقه، تفك وتبص تشرح من الكباس، لان ممكن يكون في سلك في مشكله في الطريق او في السكه، فهو اللي عامل المشكله كده، يبقى تفك وتقيس. تمام؟ وتقيس مع الارث. ده كان فكره عن الباور، مش عايزك تتخض من شكل المكنه. انت لما تبدا تجزأ فهمك للمكنه خلاص، انت ايه؟ انت فهمت. انا فهمت ايه؟ انا ادي الثلاثه فاز دخول، وادي الثلاثه فاز، وادي الثلاثه فاز، كل الاسلاك دي كده. لو بدات تشيل مثلا ست كونتاكتورات بست كباسات، 3 في 6 ب 18، ادي 18 سلكه انت عرفتهم، 18 سلكه انت عرفتهم. طيب وادي كمان 3 خارج في 3 في 6، ادي 18 و18، بتتكلم في قرابه ال 40 سلكه، 18 18 88 36، ادي 36 سلكه في المكنه انت عرفتهم. طب تعالى خش على المراوح، المراوح برضو ادي 3 سلوك وادي 3 سلوك وموزع هنا، واخد بالك؟ انت تشوف المنظر تتخض، ولا تتخض ولا يهزك اي شيء. ادي اهو، ادي باور اهو، واخد بالك؟ ادي مثلا، ادي كام سلكه هنعدهم مع بعضه، ادي 1 2 3 4، ادي فازه 1 2 3 4 1 2 3، انت متخيل؟ فمثلا ادي 12 سلكه و12 سلكه، هتيجي في الاخر تلاقي نفسك ادي ده عارف رايح فين، وده رايح فين، وده رايح فين، راح المراوح، مراوح مراوح مراوح، داخل باور 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 باور، كباسات كباسات باور، تلاقي نفسك بدات تفصص او تجزأ المكنه، عشان الاخوه خارج مصر كلمه تفصص يعني تجزأ باللغه المصريه، تبدا تجزأ المكنه. ده اللي انا كنت حابب اقوله في الفيديو بتاع النهارده. اسالكم الدعاء يا رب يجعل هذا العمل في ميزان حسناتي. وعايز اقول كلمه اخيره، ما تقلقش وتقول هو انا هستفاد ايه لو اتفرجت على الفيديو؟ لا، هتستفاد كتير، بالدليل ان في ناس كانت بتبعت لي رسائل وتقول لي بنشوف فيديوهاتك وتعلمنا منها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في امان الله. واللي عنده اي سؤال على الفيديو ده يكتبه في التعليقات، عشان هنجاوبه ان شاء الله في التعليقات، وهنجاوبه في الفيديو الجاي. دمتم في امان الله.